نبدأ في الوحدة الخامسة من البرنامج، ألا وهي تطور جملة ميكانيكية. كما درسنا من قبل تطور جملة كيميائية في الوحدة الرابعة. ما معنى التطور؟ نتكلم عن كلمة تطور. السيستم، احنا قلنا جملة كيميائية. السيستم شيمي، وركاسي السيستم ميكانيك. تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن. الجملة تتطور، يتغير pH محلول الى اخره. هنا تطور جمله كيميائيه ميكانيكيه يعني ان هناك حركه بالدرجه الاولى التي ستعرف بانها انتقال متحرك من مكان الى اخر. يسير المتحرك هو الذي يقوم بالحركه، وفي اغلب الاحيان نرمز له بنقطه عوض اخذ جسم باكمله. مثلا سياره، ما ناخذوش أبعاد السيارة كما هي، وإنما نختزل كل الأبعاد في نقطة واحدة. فلاحظوا مليح الذي الشكل التالي، لاحظوا مليح، لو أرسم هذا الشكل بهذه الطريقة وأقول أن هذا القلم قام بحركة، لو نتتبع هذه الحركة بتصوير بطيء، لو نأخذ كاميرا نصور هذا الشكل كما رسم تدريجيا على أن الانطلاقة من هذه النقطة كانت عند اللحظة T إيكال زيرو. دونك لو فيلم تاعنا كنا نعاودو نشوفو، في اللحظة صفر القلم كان هنا، ثم نتبعو لو فيلم، كل لحظة نوقفو فيها لو فيلم كنديرو أون بوز، واش نشوفو؟ نشوفو القلم وصل هنا والشكل المرسوم واحد. ثم نزيدو نخليها يمشي شوية، نزيدو نديرو اون بوز، نلقاو القلم وصل هنا، ثم وصل هنا، ثم هنا، ثم هنا، يا شاك فوا نشوفو الجزء الذي رسم، مجموعة مواضع متتالية شغلها المتحرك في لحظات زمنية متتالية. فنربط الموضع بالزمن. وحنا نقولوا الآن هناك جملة ميكانيكية. أولا من حيث التطور هناك تطور للحركة بتغير موضع المتحرك بطريقة تدريجية. شاك بوز في لوفين نقدر نشوف فيها لو طون، لحظة، ونقدر نلقاو الموضع. لو نربط الموضع الآن باللحظات الزمنية تي أن، كان هذه تي زيرو، ثم تي دو، ثم تي تخوا، ثم تي كاتر، ثم تي سيف، ثم مثلا تي سيس، ثم تي سيف، يعني أننا قمنا بمرافقة هذه الحركة بمعلم آخر يسمى المعلم الزمني. هذا النوع من الحركة أولا حسب المسار المرسوم، المسار هذا الذي يسمى مجموعة المواضع المتتالية التي يشغلها المتحرك مع مرور الزمن، هذا مسار منحني في هذه الحالة، وهذا الاسم هو الذي يعطي أول اسم للحركة، فتسمى الحركة منحنية إذا كان مسارها منحني. لو أرسم الآن شكل آخر، نتبعوا حركة مثل هذه، القلم يتحرك في كل لحظة، يشغل فيها القلم نقطة، ومع مرور الزمن يمكن أن نربط هذه النقاط مع لحظات زمنية تي زيرو، تي أن، تي دو، تي تخوا، إلى غاية مثلا تي أن. ما هو الشكل الذي رسم؟ مسار آخر، لكن المسار في هذه الحالة مسار مستقيم. فالحركة حسب المسار تسمى هذه الحركة حركة مستقيمة. كيف ندرس حركة؟ مثلا نبدأ بأبسط الحركات، هي الحركات المستقيمة، وهذا يمثل أول جزء تقريبا من سلسلة التمارين فيما بعد. سنادير أحنا ندرس بطريقة دقيقة كل الحركات المستقيمة، منها حركة جسم على مستوي أفق، حركة جسم على مستوي مائي. المستوي المائي عبارة عن مستقيم، سنادير تخيلوا جسم ينزلق على مستوي مائي، تحطوا جسم هنا، مركز عطالة هذا الجسم هو النقطة التي ستدرس، وسنتتبع تدريجيا النقاط التي سيشغلها هذا المركز مع مرور الزمن. لو نرسم هذا النقاط، الخط الذي يشمل هذه النقاط، لوجدناه كذلك مستقيم، لكن طبيعته مائل فقط.
لو نتتبع حركة سقوط كرة بطريقة شاقولية بتصوير بطيء نجد مجموعة من المواضع المتتالية. لو نرسم هذا الخط الذي يشمل كل المواضع هذه لوجدنا كذلك خط مستقيم، وهذا يكمن فيما يسمى السقوط الشاقولي. هناك أجزاء أولى سندرس فيها بدقة حركات مستقيمة أفقية مائلة شاقولية، وهو التطبيق تقريبا ثاني تطبيق للقانون الثاني لنيوتن، التطبيق أين سيكون في السقوط الشاقولي. ثم سندرس بعدها حركة منحنية مثل هذه، ويكمن في حركة جسيمة في مجال الجاذبية الأرضية والذي يسمى في العامية بالقذيفة. كل التلاميذ يقول لك القذيفة، داكوغ. وآخر شيء حركات تنسب إلى دائرة، وهي حركة كل الأقمار الاصطناعية حول الأرض، مركز الأرض، وحركة الكواكب حول الشمس. هذا بصفة عامة تقريبا كل البرنامج الخاص بهذا الجزء والذي سندرس فيه تطور جملة ميكانيكية. فهي حركات راح نتبعوها بواسطة ماذا؟ بواسطة الزمن. نربط الحركة بالزمن في كل مرة. ولذلك لأي دراسة لابد أن يكون هناك معلم مكاني لتحديد المكان، الموقع تاع المتحرك بالنسبة لمرجع. فنحدد مثلا هنا في معلم خطي، معلم خطي هو الذي سيرافق دوما أي حركة مستقيمة. كي نقولوا معلم خطي صافا ندير اول شيء له مرجع او مبدا احداثيات، مركز احداثيات او مبدا احداثيات، له شعاع وحده سنسميه اي، وهذا الشعاع هو الذي سيمكننا من تقسيم هذا المعلم او المحور هذا الى اقسام كانه سلم، ويمكن بذلك تحديد موضع اي نقطه التي سنسميها مثلا الام لو موبيل أغلب الأحيان سميوها مثلا الآم، ويمكن تحديد الموضع آم دوما بالنسبة لمرجع هو النقطة أو مثلا بواسطة الشعاع أو آم الذي سنسميه فيما بعد شعاع الموضع، ونربط موضع آم بواسطة ماذا؟ بواسطة الزمن. أين توجد آم هنا؟ في لحظة معينة انتقلت ووصلت هنا آم بريم، في لحظة أخرى تي بريم، كانت هنا في لحظة تي أصبحت هنا في لحظة تي بريم. فسنربط دوما في دراسة الحركة بين المعلم المكاني الذي يحدد المكان، ففي المعلم الخطي يحدد المكان بواسطة الفاصلة إكس القيس الجبري، والذي يمثل في آن واحد المركبة السلمية الوحيدة لشعاع الموضع. بس كون نقول لكم دركا فاصلة آم هي إكس، فما هي عبارة الشعاع أو آم؟ مباشرة تقولوا لي x m ناقص x او x او، بما انه المبدا او المرجع يساوي x او سالب، فنكتب مباشره x m x او لو تو بيان سور فوا اي، ونسمي هذه المركبه السلميه للشعاع. كلمه سلميه يعني جبريه، يعني يمكن تكون موجبه، يمكن تكون سالبه، ويمكن ان تكون معدومه. فمثلا لو كانت النقطه m مره ب او في لحظه معينه، لو وجدنا أم عند أو سنقول أن أو أم هو أو أو بان، وهو شعاع معدوم لأن المركبة السلمية ستساوي صفر. إكس أم ناقص إكس زيرو هنا بيان سور سي إكس فهم ضرب فوا إي، هذا يسمى شعاع الموضع. وإكس هذه هي فاصلة النقطة أم أصلا. هل هذه الفاصلة تتغير بتغير الزمن؟ ولذلك سنكتب إكس هذه دوما على الشكل التالي، نكتبها x دو تي مضروب هنا فوا اي، ونسميها هذه نسميها المعادلة الزمنية للحركة في هذه الحالة، لأن القيمة الوحيدة التي تتغير هنا بدلالة تي ما هي؟ هي x. في معنى متعامد ومتجانس، سنبدأ ندرس كل الحالات. في معنى متعامد ومتجانس، مثلا حركة منحنية مثل هذه، الحركة المنحنية لا يكفيها معلم خطي، وإنما على الأقل معلم متعامد ومتجانس مثل هذا، معلم مستوي متعامد ومتجانس، الذي يتميز بماذا؟ يتميز بشعاع وحدة أول إي وشعاع وحدة آخر بيسير جي، ولتحديد موضع نقطة تغير المكان في مستوية. أتونسيون، هذا ليس خط واحد، وإنما تغير الارتفاع، تغير افقيا.
المكان يتغير، شاقوليا المكان يتغير، وبالتالي في تحديد موضع نقطة لابد من إحداثيتين، إحداثية أولى سنسميها X، إحداثية ثانية سنسميها Y. إذا X وحده ما يكفيش، لماذا؟ لأن النقطة هذه ونقطة فوقها هنا ما مرش منها المتحرك، يقدر يكون عندهم لو ميم إكس. لا ديفيرونس سي كو عندهم Y بيان سور مختلف. إذا لتحديد موضع النقطة لابد هنا من X و Y. لو كانت الحركة في الفضاء، حركة الطائر مثلا في فضاء، بالنسبة لنا هنا أصبحت الحركة فضائية لا يمكن دراستها في معلم مستوي متعامل متجانس، وإنما في معلم فضائي. سيتادير سنضيف إلى هذه محور آخر نسميه أوزيت، إي أوتوماتيكمون هناك شعاع وحدة آخر راح نسميه كا. فكيف يكتب أو إم هنا؟ يكتب إكس في إي فقط. أو إم هنا مكان المتحرك، هذا هو أو إم. كيف يكتب؟ سيكتب إكس في إي زائد إي جريك في جي. وكيف يكتب في معلم فضائي؟ سيكتب إكس في إي زائد إي جريك في جي زائد زد فوا كا. 3 فالور باه تقدر تحدد المكان. نقطة هنا في الفضاء، كيف نحدد هذه النقطة في الفضاء؟ لابد من إيجاد زد، إيجاد إكس، إيجاد إيكغيك. كي كان نقول لكم زد، بديت بزد لماذا؟ أفرض أن هذا هو زد، المكان ديجا هنا إسقاط مباشر يحدد لك زد. نسقطوها في المستوي اللي في الأرض، نو زافون أن إكس إي نو زافون أن إيكغيك، ونقدر نحدد المكان تاعها X و Y. كل نقطة في الفضاء تحددها ثلاثة إحداثيات، في المستوي إحداثيتين، أما في حركة مستقيمة فإحداثية واحدة لأن المعلم سيكون معلم خطي.